أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم من المكسيك، إنها سلطة الفاصوليا المكسيكية. هكذا تبدو معنا السلطة بعدما أتممت أعدادها. لذيذة وشهية، صحية ومغذية. والآن أصدقائي هيا بنا مع بعض لنتعرف على كيفية إعدادها. علماً بأن هذه الوصفة تم إعدادها على قناتنا لأكثر من مرة وبمواصفات مختلفة. والآن هيا بنا. باموس، هيا بنا. وصفتنا لهذا اليوم أحبتي سوف أعدها لكم بأبسط المكونات. سنحتاج إلى 300 جرام فاصوليا حمراء مسلوقة، هذا وزنها بعد السلق. سنحتاج أيضا إلى 150 جرام ذرة مسلوقة، هذا وزنها بعد السلق. كوب من البصل الأخضر الطازج يعادل 150 جرام. حبة كيوي واحدة أو حبتين، الخيار لكم. أما الصوص فسنحتاج إلى زيت الزيتون الخاص بالسلطات، صوص السلطات، شبت أي شبنت مجفف أو أي عشبة تفضلونها. يمكنكم أيضا استخدام الكزبرة الطازجة وملح الهملايا الصحي وحبة ليمون حامض واحدة. ها هي جميع مقاديرنا. ألم أقل لكم أنها بسيطة ومتوفرة لدى الجميع؟ الآن إليكم طريقة العمل. سأبدأ أولا بتقشير حبة الكيوي هكذا. وقبل أعداد هذا الفيديو أصدقائي واختصارا لوقت الفيديو أيضا، تم سلق الفاصوليا الحمراء وكذلك الذرة، وتم تقطيع البصل الأخضر الطازج ناعما. وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي صحية ولذيذة الطعم ومغذية أيضا. هكذا تبدو معنا حبة الكيوي بعد تقشيرها. سأبدأ الآن بتقطيعها، ومن ثم تقطيعها ناعما. نحتاج إلى كاسة كبيرة أضع فيها الفاصوليا الحمراء المسلوقة، ها هي، ومن ثم الذرة المسلوقة، وبعد ذلك سأضع البصل الأخضر الطازج المفروم ناعما وحبة الكيوي هذه. ومن ثم سأبدأ بخلط المكونات هكذا.
وقبل تقديم هذه السلطة سأعمل على تغليفها بالنايلون ومن ثم وضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. تقدم هذه السلطة باردة. سلطة الفاصوليا الحمراء اللذيذة. والآن إلى الثلاجة. وأثناء تواجد السلطة في الثلاجة سأعمل على إعداد الصوص. سنحتاج إلى زيت زيتون خاص بالسلطات، ها هو. سأضع فوقه قطرات من الفلفل الأحمر الحار، وهذا اختياري. هنا وضعت بعض القطرات لأنه حار جدا. سأضع أيضا ملعقتي طعام مملوءة من صوص السلطات الجاهز. ورشة ملح خفيفة من ملح الهملايا الصحي، ومن ثم رشة خفيفة أيضا من الشبند المجفف أو الشبت، يمكنكم الاستغناء عنه بوضع الكزبرة أو المعدنوس أي البقدونس المفروم ناعما. أعمل على خلط الصوص بهذا الشكل. هنالك ملاحظة، لا يتم وضع الصوص على السلطة إلا لحظة تقديمها. بعد ذلك سأضعه في طبق الصوص الصغير هذا، ولا بأس من رشة خفيفة على الوجه من الشبند، فهذا يضفي للوصفة المذاق اللذيذ. هكذا هكذا تبدو وصفتنا بعد إخراجها من الثلاجة، سلطة الفاصوليا الحمراء المكسيكية. وها هو الصوص وشرائح الليمون والكيوي. بألف صحة وعافية أصدقائي، شاركونا آراءكم فهي تسعدنا. اكتبوا لنا أيضا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، وما هي السلطات المشهورة في بلادكم. وبهذا أحبتي تكون وصفتنا لهذا اليوم سلطة الفاصوليا الحمراء المكسيكية قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأنها صحية ومغذية وسهلة التحضير. شاركونا آراءكم فهي تسعدنا. أحبتي، نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا ليتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخيلة من قناة ملكي أنخيلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.